لا يخفيك ان 1/10 راح تبدا البصمه. فحتى ان قال اوه احنا طول عمرنا نبصم يوم دخلوا المدراء صار فيها ايدز، يعني هذه تنقال. يبقى الجانب المهم ايضا اللي ودي اكد عليه اللي هو قضيه الكورونا. الكورونا من الامراض التنفسيه، واحنا انا اتذكر كلكم تذكرون لما جت موجه انفلونزا الطيور، انفلونزا الخنازير، الكورونا، هذه تنتقل عن التنفس. وهني تاتي قضيه التوعيه. تلاحظون انتم في كثير من المستشفيات في يحطون وايبرز اللي هو يعني خلينا نقول اشياء وقائيه منظفه، معقمات اللي مره انت تغسل يدك، مره تمسح شيء، مره تستخدمها قبل استخدام شيء انت تعتقد انه قد يكون ملوث. وهني لما نتكلم عن الاحتماليه فاستخدامك البصمه لا يقل عن استخدامك اي ديجيتال كيبورد، يعني اي لوحه رقميه مثلاً. ان بغيت المصاعد، ان بغيت الكاش بوينت للصرف الالي، ان بغيت حدث ولا حرج عربانات الجمعيات كلها، يعني كل الفلوس نفسها الفلوس. اي فبالتالي هذه احتمالات يجب التعامل معها في ضمن مخاطره محسوبه ولم يثبت انها يعني تحقق. يعني اليوم لما تيجي تقول لي الادب الطبي كله لم يسجل فيها حالة أن واحد استخدم البصمة صار فيه هيباتايتس وصار فيه خلينا نقول الهيباتايتس الايدز. فبالتالي هني أنت لما تتكلم عن إفراط في الاستنتاج والاحتمالات. أنا مع أعتذر لكم بس هذا يذكرني في البدايات لما كان هناك طفرة من الفتاوي، وصلنا لمرحلة أن شخص يسأل يعني شيخ يقول له لو يانا مولود رأسه رأس إنسان وجسمه جسم خروف نضحي فيه ولا ما نضحي فيه؟ يعني هذا خيال مفرط ولا يتفق ويا حقيقة الأدب الطبي، الطب المبني على البراهين. بالتالي احنا نحذر حقيقة انه للزملاء وللمحررين الصحيين انه هناك حد أدنى من التواصل لما نتكلم مع الجمهور. رجاء يعني لا نبحث عن الإثارة على حساب الحقيقة، يا ليت نتعب نفسنا في الوصول للحقيقة. ولما يطلع تصريح من وزارة الصحة هي تعتبر أعلى هيئة ذات يعني مصداقية ومناط في هذا الموضوع، لما الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة يطلع تصريح ويقول يا جماعة ترى هذا مو صحيح، وبعدين يطلع المتحدث الرسمي يقول هذا مو صحيح، المختصين يقولون هذا مو صحيح، بعدين يطلع راي نشاز في لحظة هم بالطريق يسولفون مع بعض هناك الأكشن يصير الأكشن. وفجأة يعني عندنا حنا شهية على كل شيء عاطل غير صحيح أنه ينتشر مثل النار في الهشيم. عشان كذي إحنا نقطع على قولتهم الشك باليقين ونقول أن البصمة سليمة وما فيها شيء. إيه لا تنقل الأمراض. لا تنقل الأمراض اللي ذكرت. وأشكر لكم أن أعطيتونا الفرصة لا بالعكس نجدد هذا مثل هذا المعلومة.